متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الشمالية الشرقية، المنطقة الشرقية الوسطى والجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الشمالية أيضا. هذه الأحوال الجوية غير مستقرة هي ناتجة عن اقتراب لمنخفض جوي في طبقات الجو العالية قادم من الأراضي المصرية ويقترب من شمال المملكة. سنستعرض تفاصيل هذه الحالة، لكن لا بأس أن نبدأ نشاطنا باستعراض المحاور الرئيسية، وهي الأحوال الجوية غير المستقرة مستمرة وزخات من الأمطار ودرجات الحرارة تبقى باردة في العديد من المناطق. ننتقل الآن وإياكم لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح انتشار كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الغربية الوسطى، الشرقية، الشمالية الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية. هذه الغيوم هي عبارة عن حالة من عدم استقرار الجوي ناتجة عن اقتراب لهذا المنخفض الجوي فوق الأراضي المصرية. هو منخفض جوي في طبقات الجو العالية، كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية تلتف حولها هذه الغيوم بشكل واضح هنا فوق الأراضي المصرية. مع اقتراب هذا المنخفض الجوي تنشأ هذه الحالة من عدم استقرار الجوي في عموم المناطق. أيضا بالتزامن مع وجود هذا المنخفض الجوي يمتد منخفض البحر الأحمر نحو المنطقة الشمالية الغربية، يعمل على تدفق كميات أو تدفق تيارات دافئة ورطبة في طبقات الجو السطحية، مما يعمل على اشتداد نوعا ما في الأحوال الجوية غير المستقرة اعتبار من مساء اليوم ويوم الأربعاء بحول الله. نستعرض الآن تفاصيل أكثر حول حالة عدم الاستقرار الجوي في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت بها المنطقة الشمالية الشرقية، منطقة حفر الباطن، أجزاء من حائل والمنطقة الشمالية والجنوبية الغربية خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء. لكن مع اقتراب المنخفض الجوي من الأراضي المصرية باتجاه شمال المملكة تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي تشتد في المنطقة الشمالية صباح يوم الأربعاء، بالتزامن مع استمرار تأثر منطقة حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة. خلال ساعات مساء يوم الأربعاء يتحرك المنخفض الجوي في طبقات الجو العالية ليتمركز فوق شمال المملكة، وتنشأ أو تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في شمال شرق، شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، تشمل العاصمة الرياض أو الفرصة الأفضل للعاصمة الرياض اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء، مع بدء عبور الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي على أن تتراجع تدريجيا حالة عدم الاستقرار الجوي مع ساعات يوم الأربعاء أو ساعات ليلة الأربعاء على الخميس، مع ابتعاد المنخفض الجوي ويحل محل مرتفع جوي في طبقات الجو الكف في طبقات الجو كافة ليعم الاستقرار في عموم المناطق بشكل تدريجي. لكن خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة تستمر الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وتبقى بقايا الحالة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة. لكن يوم الجمعة بإذن الله يستقر الطقس بشكل عام، لكن تبقى الأجواء باردة مع استمرار لتأثر المملكة ببقايا الكتلة الهوائية القطبية التي أثرت على المنطقة خلال الأسبوع الماضي. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء غير مستقرة فرصة لزخات من الأمطار. 13 درجة مئوية، الملموسة 13، رطوبة 66% والرياح تكون غربية لجنوبية غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء أجواء غير مستقرة فرصة لزخات من الأمطار تكون فرصتها الأفضل خلال ساعات المغرب وساعات المساء الأولى. 24 درجة مئوية، الصغرى 17، يومي الخميس والجمعة تستقر الأجواء 22 إلى 21 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تتراوح بين 13 و11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.